ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية، انتبهوا، إنا أمة إيش؟ أمية، لا نكتب ولا نحسب، ما في لا نقرأ، انتبهوا، ما في لا نقرأ، وإنما إيش؟ لا نكتب الكتابة، تعرفوا الكتابة؟ ولا نحسب. هذا الأمية هنا يظن كثير من الناس أنها صفة إيش؟ نقص، مو كذا ولا لا؟ يقول فلان أمي ما يقرأ ولا. ابن تيمية يقول هذه صفة كمال، هذه الأمية في الرسول والصحابة، هو الذي بعث في الأميين الذي لا يكتب ولا يحسب، قال هذه صفة كمال ليس صفة نقص. كيف يا شيخ الإسلام؟ بين لنا صفة الكمال. قال هذه عقولهم أحسن عقول، تحفظ وتفهم جيد، يلقى إليها الشيء تحفظه وتفهمه جيد، هذا يدل على أنهم استغنوا عن الكتابة، ما يحتاجوا الكتابة. الكتابة تحتاج إلى إيش؟ ها؟ قلم وتعلم حرف ويطلع وينزل ويكتب، هذا ما يحتاج، في عقله حتى الحساب في عقله. يا بعض العمليات الحسابية عند السلف يفعلونها ولا أعظم كمبيوتر، هذه أمية أليس كذلك ولا لا؟ ما عندهم آلة، مستغنين عن آلة، أعطاهم الله عقول جيدة. ابن تيمية يقول هذه العقول التي استطاعت أن تعي وتحفظ القرآن هذا كله بعقله ويفهموه، ما يحتاج إلى كتابة، ما يحتاج إلى شيء، يفهم فاهم، هذه صفة كمال ما هي صفة نقص. أنت لما تبغى تحسب تأخذ لك آلة حاسبة دق دق، إذا ما عندك حاسبة ما تعرف تحسب، يعني كذا قشمان ما تفهم، مو كذا ولا لا؟ لو نقول لك احسبنا اضرب لنا 35 في 160 فكر يلا، لكن بعضكم ما يكتب الا بالحساب، اليس كذلك ولا لا؟ هؤلاء كانوا يحفظون بعقوله، يضرب لك 85 في 60 في 160 ويجيب لك اياه بعقله، عجب ولا مو عجب؟ مباركين ولا مباركين؟